أحسن الله إليكم، حمل المصحف يا شيخ من قبل المأمومين في صلاة التراويح، وهذا جرت به العادة في كل رمضان. هذا غير مناسب، حمل المصحف للمأمومين هذا غير مناسب، لأنهم ينظرون في الكتابة المصحف، والنظر المصلي لا ينظر في الكتابة وهو يصلي، لأن هذا يشغله عن صلاته، فلا يحملون المصحف، يتركون هذه العادة التي أحدثوها. نعم.